يجيء حز الاجتماع الذي جمع مسؤولي المراكز الاجتماعية مع المدير العام النائبة لبيت المرأة بهدف التفاكر والتشاور لمعرفة جذور القضايا الاجتماعية المتعلقة بمكافحة العنف الممارس ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا. ولأهمية هذا الاجتماع أكدت المدير العام النائبة حرص إدارة بيت المرأة لضرورة العمل والتنسيق مع مسؤولي المراكز الاجتماعية لرفع التحديات. البيت المرأة والسنتو السوسيو معناها هدفنا ده واحد، عندنا في سيرفيس حنشأت، وخاصة بيت المرأة ده الأويد بعدين كيف نخدموه. السنتو السوسيو من قريبين يعرفوا بيت بير غرفة غرفة، بكان أويدنا قاعدين، بكان أي مشاكل أنا الشاب هم يعرفوا، وأنينا هني نخدموا ماما هم كانوا ينفسوا، نستفقوا من هني قدام ده كيف نخدم الجميع ونلهجوا هدفنا. كما سمح هذا الاجتماع لمسؤولي المراكز مناقشة بعض القضايا والإشكاليات التي تعيق سير تقدم الأعمال الاجتماعية، وأكدوا الالتزام بالتوجيهات والعمل سوياً.